السيد الرئيس، السيد القائد، اخواني المستشارين حضر الكريم. المهم عندي واحد غير واحد الاستشاره بالنسبه لهذه النقطه الاولى ديال التصويت على الحساب الاداري. المهم تلقانا بان اللي قرا السي الزوطي على اساس بان كاين هذا النهار الفايض، ما كاينش هنا فايض، ما كاينش النقطه ديال التصويت على برمجه الفايض، ما كايناش النقطه. واش غادي يكون شي برمجه ديال هذا الفائض اللي كاين عندنا ولا ما كاينش؟ لان النقطه تجرى العاده بان تيكون دراسه ومناقشه الحساب الاداري والتصويت عاد والبرمجه الفائض، ما كايناش. هذه النقطه بعدا ملاحظه، ملاحظه باش ما تفوتني السيد الرئيس اللي مؤسس اللجنه، بان غير باش ما ترجعش العاده، لان راه ما خص يكون واحد المقرر ديال التصويت على رئاسه اللي بيسير الدستور، راه ما درتوهاش كتبقى شي خطا ولا شي حاجه. يرجع لان خص مقرر بالتصويت عدد الناس اللي صوتوا على الرئيس اللي بغى يترأس الجلسه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه غادي نمشي مع السي زطوطي، لان جرات العاده الا رجعتوا للمحاضر اللي كنا دازوا في المجلس السابق دازوا، راه حضر معنا الخزين العام ديال القلعه ديك الساعه وصرح بان هذا الانتقال الكاهن ديال المجلس البلدي دروك راه في التقادم، وخص ومن المفروض المجلس باش يدير واحد الدوره ويدير احصائيات، لان الناس باقيين ميتين وتيخرجوا لهم الضرائب، وهذوك الضرائب هما اللي متقل الكاهي ديال المجلس. ديما فين المجلس تبقى المجلس باقي استخلاصه، كاين التقادم وكاين الناس اللي حاكمه لهم المحكمه بان تلغات هذوك الضرائب وتحيدوا، باقي الوجدان هو باش يعيدوا. لهذا خص المجلس، ولا رجع راه كاين المحاضر وداهم المجلس، جوج المجالس السابقين اتخذوا هذا القرار، وما خص المجلس يدير مع القابض ومع الخازي العام باش يديروا اجتماع يحصيوا الناس اللي هما راه كاين اللي مات وباقي تخرج ليه الضريبه، وكاين اللي تقادم وكاين عدد المسائل. صباح الخير السيد القائد، الزميلات والزملاء اعضاء المجلس الموقر، صباح الخير حضور الكريم. اود في البدايه ان ابدي بعض الملاحظات حول محضر لجنة المالية الذي توصلنا به، ذلك أنه لم يتضمن بعض المداخلات والملاحظات التي أبداها السادة أعضاء المجلس الحضري أثناء انعقاد والتئام اجتماع لجنة المالية. وفي هذا الصدد أود أن أوجه السؤال إلى الأخ الحاج ملوك الزطوطي باعتباره رئيس اللجنة ومقررها حكم القانون. كذلك لم تتم الإشارة في لائحة المصاريف التي توصلنا بها، لم تتم إشارة في مصاريف ميزانية التجهيز الجزء الثاني إلى المبالغ المؤداة من طرف المجلس الحالي. تلقاو المجلس الحالي سياس 6 شهور والمجلس السابق سياس 6 شهور، في الميزانيه بخصوص الاول تلقاو المبالغ المؤداة من طرف المجلس السابق والمبالغ المؤداة من طرف المجلس الحالي، ولكن في الجزء الثاني اي ميزانيه مصاريف التجهيز ما تلقاوش هذه العمليه. وهذه الملاحظه كنا ترناها داخل الاجتماع ديال اللجنه وشددنا على الادراج ديالها، ولكن اتساءل علاش لم تتم استجابة لهذا الملتمس. ملتمس اخر كنا قد اثرناه اثناء انعقاد اللجنه هو توضيح وتحديد حجم الاعتمادات المنقوله سنه 2009، لم تتم اشاره الى ذلك. وفي هذا الصدد وفي السياق ذاته اود ان اوجه سؤالا الى الاخ مساعد الحجاج باعتباره المفوض والامير بالصف فيما يتعلق، مفوض من طرف الرئيس فيما يتعلق بالجزء الثاني من الميزانيه اي ميزانيه التجهيز. اود من الاخ ان يوضح للساده اعضاء المجلس سندات الطلب التي فوتها المجلس الحالي الى بعض المقاولين او الممولين والقيمه الماليه ديالها. كذلك احد المجموعه ديال الفصول
في المصاريف فيما يتعلق بالجزء الأول من الميزانية ميزانية سير، كنا قد أثرناها داخل اللجنة، ومن نموذج مثلا ١٤٠٠٠ درهم ديال شراء اعتاب صغير للتزيين، اود من الاخ النائب اول سيد تامي محيب توضيح ما المقصود اولا بالعتاب الصغير للتزيين، والاعتماد المصروف ليه محدد في ٣٠٠٠٠ صرف منه المجلس الحالي ١٤٠٠٠ درهم، نود ان نحدد المقصود من العتاب الصغير للتزيين، وهاد ١٤٠٠٠ درهم فين تصرفات؟ مجموعة أخرى من الفصول كنا ومصاريف كنا قد أثرناها، مثلا شراء الإسمنت والأصفة والزليج، المبالغ المؤدات في طرف المجلس الحالي كانت ١٩٫٥٠٠، شراء ١٣٣٢٥ شراء الإسمنت والأرصفة والزليج، الاعتماد المقصود لها ٢٠٠٠٠ درهم صرف منه المجلس الحالي ١٩٫٠٠٠ درهم ١٩٥٠٠ درهم. كذلك الصفحة ٢٠١١١١ إعانة مقدمة لجمعية أعمال اجتماعية، إعانة مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية ٢٠١١١١ إعانة مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية، أود من السيد النائب الأول للرئيس توضيح المؤسسة أو لها المؤسسات اللي حضرت أو اللي تلقات الدعم. المجال فعلا حجم الوسطوطي بالنسبة للباقي استخلاصه واللي فيه مبالغ مهمة اللي قابلة للغاء يجب أن تلغى. أقول هذا الأمر ينطبق على ثلاث ضرائب اللي كانت مقررة بموجب القانون ديال 89، تعلق الأمر بضريبة المباني وضريبة التجارة وضريبة الصيانة. بالنسبة بلغة الأرقام، بالنسبة لضريبة المباني يبلغ الباقي استخلاصه ١٠٠٠٠، ضريبة المباني بوحدها ١٩٦٩٠١ ديال الدرهم. بالنسبة لضريبة ضريبة الصيانة المفروض على الأملاك الخاضعة لضريبة المباني ٩٩٩٩٠٩٠٩ ديال الدرهم. بالنسبة لضريبة التجارة ٣٩٧٩٢١، يعني هاد الضرائب ثلاث يعني وضع عليها الحد المشرع بمقتضى بالخروج ديال القانون ديال ٤٧٦ والصادر بتنفيذه ظاهر الشريف ابتداء من تاريخ ١-١-٢٠٠٨، يعني الضرائب ثلاث انتهى العمل بها، ولكن باقي استخلاصه يعني راه كما شفت هاد الأرقام هي أرقام تتقن كاهل البلدية، وفي نفس الوقت ما كيستافد لا المواطن ولا البلدية، المواطن تتراكم عليه الفوائد ديال التأخير يعني سنة بعد أخرى. يعني هنا المجلس مطالب بالاستراتيجية العمل للتواصل مع الملزم اللي هو المواطن والتنبيه لهاد العملية هذه ديال تراكم الفوائد التأخير.